12 طائفة، 12 فقط، الله سبحانه وتعالى يبيح للمرأة أن تبدي زينتها أمامه، ولا يبدين زينتهن إلا الطائفة الأولى لبعولتهن، إظهار الزينة أمام الزوج ما في إشكال، واضح، أو آبائهن. الطائفة الثانية، المرأة تظهر زينتها أمام أبيها ما في إشكال، الآباء يشمل الأجداد أيضا، أبوها، أبو أبوها، أبو أمها، سلسلة الآباء ما في إشكال. الطائفة الثالثة، أو آباء بعولتهن، يعني أبو الزوج، امرأة تزوجت برجل، أبو هذا الزوج تظهر أمامه بزينتها ما في إشكال. أبو الزوج يعتبر من المحارم، ثلاثة. الطائفة الرابعة، أو أبنائهن، أمام الأبناء، الأبناء يشمل الأحفاد أيضا، ابنها، ابن ابنها، ابن بيتها، ما في إشكال أن تظهر أمامهم بالزينة. الطائفة الخامسة، أو أبناء بعولتهن، أبناء بعولتهن، يعني رجل متزوج امرأة وعنده ولد ابن من تلك المرأة، ثم تزوج امرأة ثانية، اللي هاي المرأة الثانية يصير زوجة أبوه لذلك الولد، زوجة الأب، فهل يمكن لهذه المرأة أن تظهر زينتها أمام ابن زوجها؟ ما يخالف. أو أبناء بعولتهن، هاي الطائفة الخامسة. الطائفة السادسة، أو إخوانهن، أخوها، أخوها من أبوها، من أمها، من الأبوين، ما يخالف. الطائفة السابعة، أو بني إخوانهن، أبناء الأخ، هاي المرأة شنو تصير منهم؟ عمتهم، العمة تجي أمام أبناء أخوها بزينتها، ما يخالف. أو بني أخواتهن، هاي الطائفة الثامنة، هاي المرأة شنو تصير منهم؟ خالتهم، ما يخالف. الطائفة التاسعة، أو نسائهن، نسائهن يعني شنو؟ يعني النساء المؤمنات، امرأة تجي متزينة أمام النساء المؤمنات ما في إشكال. الطائفة العاشرة، أو ما ملكت أيمانهن، الآن ماكو، لكن قديما كان هنالك عبيد وإماء، مو خدام، خدامات وخدم، لا، ذول مو ملك اليمين. إذا واحد عنده امرأة خادمة، خادمة يعني عبدة، مو خادمة اللي الآن أكو، هاي الخادمة اللي في بيوتنا أكو، هاي امرأة أجنبية مثل بقية النساء، مسلمة كانت أو كافرة، هاي خدامة ولكنها أجنبية، يعني مو محرم. فقديما كان أكو ملك اليمين، فإذا امرأة أنت تملكها ما يخالف أن تكون أمامك بلا زينة، بزينة، هاي الطائفة العاشرة. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أكو ناس بلح سفهاء، واحد يستخدمهم في أعمال التابعين،
يتبعونك ويستخدمون في البيوت، لكن بلح حمقى التابعين غير أولي الإربة. الإربة يعني الحاجة، يعني ما عندهم شهوة. أبلح مجنون، شبه مجنون، أصلا لا يفهم الشهوة ولا يميز بين الرجل والمرأة. إذا هالشكل حقيقة، مو هؤلاء الخدم، هؤلاء الخدم بشر مثلنا. تقول هذا خادم، لا، هذا خادم مثلي ومثله، هذا يحمل مشاعري ومشاعرك، هذا إنسان. أما إذا أكو تابعين غير أولي الإربة، ما عنده حاجة في النساء، ما عنده شهوة جنسية، لا يفرق بين الرجل والمرأة، كل واحد عنده، ما يخالف، انتظر أمامه بزينة. الطائفة الأخيرة أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. هذا مفهوم موجود عندنا، هذا الطفل. بعض الفقهاء قايلين إذا الطفل يميز بين العورة وغيرها، الآن أطفال اليوم هاي الوسائل الموجودة جدا تسرع في رشدهم، إذا الطفل يميز بين العورة وغيرها، يفرق بين هذا العضو وبقية الأعضاء. الآية تقول إذا ما يميز، يعني ما يفتهم، ما يخالف إظهار الزنا أمام. أما إذا يميز ويفهم مفهوم الآية أنه لا يحل للمرأة أن تظهر أمامه بزينة، وهذا البلاء المتداول في كثير من العوائل، في كثير من البيوت. بعض العلماء أم هالشكل قايلين، بعض الفقهاء قايلين موت مسألة التمييز بين العورة وغيرها، لا، وإنما مسألة أنه تحركت فيه الشهوة الجنسية. يعني الطفل ما عنده شهوة لأنه عمره مثلا سنتين، ما يفهم، ولكن إذا طفل يفهم، بالذات بعض الأطفال أكو أذكياء، مشاعرهم متوقدة، نضج سريع، بالذات في البلاد الحارة اللي حرارة الجو تساعد على سرعة نمو المشاعر، المرأة يجب عليها أن تتجنب هذا الطفل، يفهم. هي هاي الأشياء الصغيرة تؤدي إلى، ومعظم النار من مستصغر الشرر. شرارة، من اللي حرق خيام منها قبل 25 سنة، 24 سنة، أقل أكثر، شرارة أو عود ثقاب أو كذا، فشي مختصر حرق مئات أو ألوف الخيام وقتل ألوف أو مئات الناس أو عشرات الناس. حريق صغير، من هذا شيء صغير؟ لا، هو هذا شيء صغير. جو نظيف. 12 طائفة، وأكو أيضا الأعمام والأخوال، الفقهاء ذاكرين أنه يفهم عكسيا من بني إخوانهن أو بني أخواتهن.